أمي؟ إيه؟ أنا من شوي سمعت صوت خالي محاسن. إيه صح، جايين مثل القطط ولازقين على الباب. قدي فارة لك، قدي فارة هالجماعة. طبعا داقوا طعم الغنى، معقولة يوقفوا؟ رح يجوا دائما حبيبتي. شو المناسبة يا بنتي؟ أنا قلت لك ما ندخلهم على بيتنا وعلى قصرنا، بس أنت ما سمعتي كلمتي. المهم أنت ما تقلقي أبدا، أنا قلعتهم من هون. ما تخافي بنتي، أنت بأمان. ما تخافي أنت بأمان. أمي. إيكو كان جاي معهم كمان؟ إيه كان جاي. بعد هلأ إيكو ما قاله لازمة، بعدين بشو رح يفيده؟ أمي؟ إيه أوف. إيه أنا لازم قلك شغلة ضرورية، بس ما بدي إياكي تقولي شيء قدام حدا. إيه بول عم قلك ما بدي تقولي. بس أنا بعرف حالي وبعرف طبيعتي، رح أحكي وما فيني خبي جواتي. يعني هالشي بيزعجني وأكيد بدي أقول. ما فيني خبي شي جواتي حبيبتي. تمام تمام تمام، ما تعملي إف. تمام، ما رح أحكي لحدا، خلص. ليكي الموضوع مصير. تمام تمام، وقفي دقيقة بس لحضر حالي. ما رح أقول، ما هيك؟ لا بدي أقول ولا لحدا، الله يوفقك. طيب ما رح أقول، ما رح أقول، ما رح أقول، خلص قولي شو هو يحكي. أنت متذكرة من شي شهر قدمت على أكاديمية الموسيقى بفيينا؟ إيه مالي متذكرة. أمي هي أشهر أكاديمية موسيقى بالعالم. إجاني قبول عليها وبمنحة 100% أحسابهم. يا رب العالمين، يا الله أنت تقبلت دعائي. يا الله يا ربي، ورجيتني حل جديد مشان ما نرجع نصير نسايب مع محازن. دليتني على الطريق. آمين. طولي بالك أمي، لسه ما في هيك شيء، أنا ما أخذت القرار. خدي حبيبتي، خدي، بعدين منروح مع بعضنا منروح. أنا وبنتي ومنعيش هنيك ومنعمل مساج كتير كتير. مو إلك هاي المنحة، إلي ولأمي. لإلي لحالي. لأمي. يا أمي يا روحي، هاي المنحة لإلي أنا، وأنا لسه ما أخذ قراري. بالأول لازم أحكي مع إيكو بالقصة. بعرف كلام الوداع صعب حبيبتي. أنا بروح وبحكي مع إيكو وانتهى النقاش وبقول له رفيف ما عاد موجودة. لك وداع شو؟ لساتنا خاطبين أنا وإيكو. طبعا طبعا. إيه يا الله، ليش حكيت لها؟ يا أمي ليكي، يلي قلت لك يا ما لازم تقولي لحدا وخصوصا لإيكو. بالأول لازم يسمع مني أنا. أنا صعب كتير علي. ليكي أمي، إذا بتقولي لحدا والله ما رح سافر هاي السفرة، بروح المنحة والأكاديمية. كيف بدي أمنع حالي؟ كتير جاء على بالي إلا. وعديني ما تحكي. وعدك انتهى، مستحيل. أي يعني تمام. ريحي لي حالك هون وأنا بحضر لك الأكل. جاء على بالي إلا إيكو بنتي قررت تروح على فيينا. بس ما رح أقدر أقول. يا الله الحياة صعبة كتير علي. ما عم صدق عن جد عم تحكي إيكو؟ يعني خالي زمرد هلأ عايشة فوق الدهب وما حدا دريان فينا؟ هالمرة محظوظة، والله محظوظة. ولك أنت بتعجبيني كتير عن جد. ليكي ما حسيتي بشي غريب ودغري فهمتي شو القصة؟ عن جد بهنيكي. ايه لكن بعجبك. يلا قوم خلينا نضبط بالمحل. ايه يلا. شو كنت بدي قلك؟ الساحرة زمرد ما رح تخلي حدا بالدنيا يوصل للذهبات. بتعمل المستحيل وما بتخليك تقرب عليهم، فلا تعذب حالك على الفاضي. أنا برأيي تركهم موجودين ببيتها بدون علمه. يا عيني أنا ما ببل بهيك شيء. وبعدين السهم طلع ومشي حاله. أنت عندك علم بهالزمان قد عم يكلف الزواج؟ لا تكون شايف فرقة مشخبرة فكرها خريطة. لا نجدة، ولك أنت مالك حاسة بقيمة هالأخ اللي موجود عندك. ولك أنا أول ما طلعت الورقة عرفت إنه في وراها كنز. أساساً أنا ما جبت له هالطاولة عن عبس، كنت عارفان. ليكي بدي أقول لك شغلة، المفتش كمان كل أموره تمام؟ إيه الأوضاع عندي طبعاً مثل كل مرة معقدة. ليش إمتى أمورنا ما كانت معقدة؟ إيه والله عائلة أرتان. أخي بدي أقول لك شغلة، فجأة حسيت حالي تعبانة، فيني روح وأنت تكمل عني شغل وضبضبة؟ إيه طبعاً بسيطة. طيب يسلم إيديك.